ثمن العماد الشراء مش العون والنائب ايوه الثمن الفرنجية. نعم ثمن الفرنجيه بده مش العام. والرئيس امين جبين مبين اليوم مشي مع جعجع. طب وقف ميشيل عون يقول التالي، انا اما ان اكون مرشحا مش توافقيا، مرشح الوفاق الوطني. وماذا يعني كلمه مرشح الوفاق الوطني؟ يعني مرشح الاخاء السني الشيعي، نعم مرشح التوافق السني الشيعي، واما ان لا اكون. وهذه هي عراق. هيدي الظرف لم ينضج حتى تاريخي، لانه مرتبط بتطور الظرف الاقليمي لعنوانه المفاوضات السعوديه الايرانيه. واضح؟ وبالتالي بانتظار نضوج هذا الظرف، اذا ضرب هو واضح مرشح، واضح كثير يعني انه واما واما يعني واما ان لا يترشح. طيب يعني انه هل الان ينتظر اللبنانيون ضوءا اخضر او احمر من والا الخارج؟ يجب ان يعلم هذا الخارج والصوره واضحه وضوح الشمس. لا ضبابيه فيها. انت ايها الوفاق السعودي الايراني في طريق لتخلص البلد بصوره واضحه، لك وينو؟ اسمه العماد ميشيل عون، تبنى وروح على بس ما هو الانتخابات. حتى لو تم التوافق على العماد ميشيل عون، بس انه جاءت المعلومات لانه بداوا على كل ايه بده بدا خمس بداوا دقائق، بدا خمس بالانتخاب دقائق خمس دقائق. طيب انه هذا يفترض ان يكون ضمن صفقه شامله، انه وصول العماد ميشيل عون الى شو رئاسه صفقة الجمهوريه. شبلي بمين ومين؟ انت تتكلم عن التوافق السعودي الايراني، خلص البلد صار على الآخر. صار على الاخر. أنا بقول لك صار على الآخر. طيب عارف، اذا وصل العماد ميشيل عون أنا الى رئاسه برأيي، الجمهوريه. أنا وجهة نظري الشخصية إنه من هلأ ل 25 أيار، بمعنى وقت هذا يعني مفتوح ل 25 أيار، وقت كافي لحتى تتبلور الفكرة الإقليمية تداعياتها الداخلية على الساحة الداخلية بالنسبة لانتخاب رئيس. لذلك ويأتي عمليا العماد ميشيل عون. مش ضروري، مبدئيا لن يكون انتخابات الشخصية الباقي التي تمثل حيثية حقيقية وفاقية على الساحة اللبنانية هو ميشيل عون. طب هو على كل انه بتقلي لا، بتقلي ليش ميشيل عون؟ لك شو بدي اعمل انا ميشيل عون؟ طيب عال هذا قادر، لك شو قادر يعمل؟ لا قبل ان تقول لي ذلك، بس انه هذا بيعني انه اذا وصول العماد ميشيل عون الى رئاسه الجمهوريه يعني كما يقول البعض وصول سعد الحريري الى رئاسه الحكومه، ايوه اذا اهلا انه وسهلا ضمن صفقه شامله. ايه لذلك طبعا انا طبعا. لا لا، انا شو قلت لك من الاسباب الموجبه؟ قلت لك زعيم الشيعي الاقوى الزعيم السني الاقوى ممتاز. لايك من ايام الحضور السوري في لبنان حتى اليوم، من التسعين لل 2005 المكون المسيحي كان برات الحكم، ما فشتت الدولة. من 2005 بس طلع المكون الشيعي نعم برا، فشتت الجلسة. نعم المكون بعد 2010 بعد ما اخرجوا سعد الحريري فشتت الدولة. وبالتالي بدك تجيب المكونات الحقيقية الأساسية. للبلد. طيب اسمح لي بالترحيب بالدكتور مصطفى علوش النائب السابق والقيادي في تيار المستقبل. دكتور علوش، يعني هل يمكن، يعني رغم انه نقول لا يعني، بس لابد من طرح السؤال على اي حال، الدخان الابيض ان ينتظره اللبنانيون اليوم، ام انه مجرد جلسة روتينية ستكون الورقة البيضاء هي الاساس في انتخابات اليوم التي بدأت على كل في مجلس النواب قبل دقائق؟ يعني بالتأكيد التوقعات هي المنطقية أن لا يكون هناك انتخاب لرئيس بالأكثرية الثلثين ولا حتى بالأكثرية المطلقة في حال تمت جلسة أخرى رسمية. فكل المعطيات تؤكد بأن إمكانية أن يكون هناك مرشح منتمي إلى تكتل سياسي واضح في الوقت الحالي أن يتم انتخابه يعني من عالم الخيال. لذلك ما نراه اليوم هو جزء من الممارسة الديمقراطية وليس روتين، بل هو ممارسة ديمقراطية مبنية على موازين القوى القائمة. نعم. طيب يعني الحضور والغياب وعدم الدعوة كما يقال إلى دورة ثانية اليوم، كيف تراها وكيف تقرأها دكتور علوش؟ يعني هناك محاولة لإعطاء فرصة لجس النبض، لأن التوقعات كما قلت هي منطقية وتعتمد على دراسة واضحة للأصوات، وهي لا تحتاج إلى الكثير من التمحيص. نعم. لذلك فأرى بأن الرئيس نبيه بري يريد أن يعطي فرصة معينة، ربما أيام أو ربما أكثر، لإعادة دراسة الوضع والسماح ب إنتاج على الأقل رئيس توافقي حسب ما يبدو بأن التوجه سيكون.
أشكرك دكتور مصطفى علوش النائب السابق والقيادي في تيار المستقبل، يعني قراءته غير بعيدة في جزء طبعا أساسي من مما تقوله. بس أنا لاحظت أنك متفائل يعني بالوقت الكافي قبل انتهاء المهلة لا لا الدستورية. انتبه شو بدي اقول لك. ليش انا متفائل؟ وراح اعطيك كل الاسباب الموجبه، لانه هذا خطاب متكامل، مش شغله جزئيه. انا اللي بقول بظل الوضع القائم لبنانيا، وخلينا نبلش من برا لجوا نعم لانه بكون بتطلع أحسن. بكون نعم افضل بكتير. نعم هذا الصراع الاقليمي القائم اللي انعكس على لبنان صراع دمر لبنان مدة طويلة من الزمن ولا يزال. أنا أعتقد اليوم بظل تطور المفاوضات الإيرانية الأمريكية وبلوغ نهاياتها، لأنه بالأحرف الأولى بأوائل نعم أيار الاتفاق بده يتوقع، وبظل الإرادة الدولية الأمريكية الروسية بالاستقرار بلبنان وضمن الأوروبية، طيب منطق الأمور بيقول يجب أن يفتش على رئيس يساهم بإعادة تكوين السلطة في لبنان. السلطة الدستورية نعم مضاعة، ما فيش سلطة دستورية اليوم بلبنان، نعم في شكل لسلطة دستورية. طيب نحن لحتى نعمل استقرار بدك تعيد تكوين السلطة وتوفر المعطى الداخلي بالبلد قبل ما تشوف هن يأمنوا المعطى الخارجي. طيب أنا كدولة كمملكة عربية سعودية، أنا إذا كنت أبقاتل بالعراق وبسوريا أبقاتل لآخد حصتي. طيب بلبنان محفوظة. ما الحصة مأمنة؟ نعم بالعكس، نعم الذهاب باتجاه تطوير الصراع بالبلد إلى تدهور الواقع الأمني قد يعرض حصتنا للخطر. ممتاز جدا هذه القراءة. نعم واضح؟ انه طالما الحصة محفوظة ومعروفة. معروف، نعم وهي بعتقد وأهم يمثلها اتفاق الطائف الذي أنتج بكنفها. أي تدهور للوضع يؤدي الى تدمير اتفاق الطائف اللي هو هلا مدمر. بدك رئيس يعيد انتاج الطائف كما هو ويطبق بحرفيته نصا وروح. طيب اثنين، هذا الرئيس حتى يقدر يعملها هاي بده يكون رئيس يمثل مكونه، هذا لبنان. طيب وثبت انه غياب اي مكون لا ينتج دولة، طبعا يخل التوازن. اثنين رئيس قادر ان يصنع الحوار. طيب ما بدك تحاور حزب الله على انتاج استراتيجية دفاعية، على تحديد جغرافية المقاومة، على الاستقرار بالجنوب، على تحديد مرجعية الدولة، على علاقة السلاح بالدولة. بدك شخص قادر يطمئن حزب الله بإمكانية القيام بهذا الدور، وهذا ما قاله سمعت السيد نصر الله. انا ما عم بحكي كلام من نعم عندي، نعم بخطاب النصر في اليوم قال لا مشكلة في السلاح عندما تكون هناك دولة قادرة عادلة ما عندنا مشكلة. ومطمئنة. نعم طيب ما في هذا مشكلة. التعبير نعم الاهم، وانا كنت حاضر الخطاب، ومطمئنة للجميع فما عندنا مشكلة. طيب فاذا اتفاق طائف الذي يرضي السنة وتطبيق الاستراتيجية الدفاعية الذي يحمي المقاومة، وبالتالي السعودية وايران مش هيك. لبنانية انت امبارح كنت متورط بالازمة السورية، الازمة السورية تركت تداعياتها على لبنان، صار في تطور ميداني بسوريا عزلك امنيا عن الساحة السورية عبر احتلال شمال يعني حدود اللبنانية السورية على طولها. طيب تأمينه. ما بدك تجيب رئيس يطمئن ويكون شخصية استقلالية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وما يخلي سوريا تشعر انه سيجعل لبنان ممرا او مقرا كما فعله الرئيس الحالي، بالرغم من انه اعلن اعلان بعبده بالشكل، نعم وكان التورط التدريجي قائما بالعمق. جيد. نعم فاذا هذه الصفات، وراح ادخل بصفات اكثر يعني، هذه مع الامر الاخير وهذا ان المنطقة في صراع هائل بين القوى الاعتدال وقوى التطرف، أليس كذلك؟ بالضبط. نعم إعادة تكوين السلطة، تجميع اللبنانيين، انقسام اللبنانيين بين معتدل ومتطرف هو الذي يؤدي الغاية عبر مؤسسة الجيش الذي يجب أن يكون له أيضا حسب ظن فيها كبير. وعد هيك أقول لك العماد ميشيل عاو متوفي بس هلا أنا أفهم من كلامك دولة الرئيس بأنه يعني خارج التحليل الذي قدمته وخارج الرغبات التي قدمته في طيات كلامك وفي تفاصيل كلامك كأنك ترى الأمور ذاهبة إلى هذا الاتجاه. أنا شخصيا هيك بشوفها،
قد أكون مخطئ، لا أتمسك وأجزم وأقول يعني هذا قدر، لا لا، لأنه هذه شغلة مرتبطة بتطور الواقع الإقليمي بالمفاوضات وغيرها. نعم. أنا بقول إنه منطق الأمور، حاطط حالي محل الأمريكاني، حاطط حالي محل الأوروبي، حاطط حالي محل السعودي، محل الإيراني، محل السوري، محل وهذه خارطة الطريق. وهذه خارطة الطريق. طيب، على كل مضطرون أن نتوقف مع فاصل، مع الإشارة إلى مسألة مهمة قالها دولة الرئيس إيليل الفيرزلي بأنه إعادة بناء السلطة الدستورية ومنع تفاقم الأمور في لبنان يتطلب وجود شخصيات تمثل مكوناتها الطائفية والمذهبية والسياسية. لذلك قال أنه يعني وهذه الأمور ربما من صالح التوافق السعودي الإيراني الذي يفترض أن يخرج يعني بتوافق على العماد ميشيل عون وعلى أن يكون الرئيس سعد الحريري، انه هذا طبيعي، لا طبعا رئيس الحكومه طبعا، وبالتالي يعني الرئيس نبيه بري هو احد زعماء الطائفه الشيعيه في لبنان، وبالتالي تكتمل المكونات السياسيه والطائفيه والتركيبه المنوعه للتعدد اللبناني. على كل نكمل مع دوله الرئيس ايليل الفيرزلي بعد الفاصل. مشاكلكم حلولها معلقة، فكثرتها تعقد المشهد، وتداخلها يربك المعالجات. نبحث عن الحلول معا في أوراق معلقة. إذا نعود إلى حديث اليوم، ومجددا أرحب بالرئيس السابق لمجلس النواب اللبناني، بدولة نائب الرئيس السابق لمجلس النواب اللبناني السيد إيليل الفيرزلي. يعني الآن بدأ كما وصلتنا آخر المعلومات، بدأت عملية فرز للأصوات طبعا بحسب ما سمعت، ورقة بيضاء سمير جعجع، ورقة بيضاء سمير جعجع. طيب، لعبة أرقام برأيك يريدها تحالف 14 آذار؟ لا، بدك تميز بين تحالف 14 اذار، وقت تقول تحالف 14 اذار عمليا يعني طيار المستقبل، وسمير جعجع يعني برمزيتها القصة، بس عمليا طيار المستقبل يعني شو 14. الدكتور جعجع كان له مصلحة بأن يقدم على هذه الخطة، وهي مصلحة أنا محله كنت بعمل نفس الشيء. نفس الشيء أبدا. طيب، ما هي هذه المصلحة؟ لا، أولا هو مدرك تماما انه لن يصل الى رأس لمضمون التطور الواقع بالتفاوضات الاقليميه القائمه، ومدرك تماما بحاجه اللبنانيين الى رئيس يكون ممثل للمكون تبعه، ومدرك انه مساله ضمور الدور المسيحي في النظام السياسي اللبناني امر ماشي على قدم وساق وبحاله انهيار كامل. هو مدرك ذلك تماما، وانا اثناء مناقشتي معه بمساله انتاج قانون الانتخاب مدرك. هلا بين انك تدرك وبين ان تعمل بصوره جديه للقيام بواجبك لمنع، هذا موضوع اخر. طيب، بيقول لك انا بدي اقعد اتفرجك الفرجي انه انطر، بركي بكره اتفقوا السعوديين والايرانيين، اخذوا السعوديين قرار طيار المستقبل بده يمشي، وين انا صفيت؟ هاي الحكومه امبارح تالفت، ايه وانا خارجه، طلعت برا نتيجه الاتفاق الاقليمي. طيب، نايت امبارح بنقابه المهندسين طيار المستقبل بيتفق مع ميشيل عون، بيطلب انه بيعمل تفاوض بينه وبين كذا وبيطلع الاله. نعم. طيب، امبارح بسلسله الرتب والرواتب كان في اتفاق قبل كل هذه وظاهر اثارت في قلبه الشكوك، وهو بيعرف انه وقت اجا يبتز طيار المستقبل بالقانون الذي سمي قانونا ارثوذكسيا بقانون الانتخاب، ايه طبعا طبعا،
ومصر عليه وعلنا. نعم. وقت اجى ليبتس طيار مستقبل عرف طيار مستقبل انه هذا زلمه بس يستحكم بده ياخذ حصته.